أما هلأ زينب رح روح لأولى محطاتنا لليوم، ويمكن كتير عم نشوف خلال هي الفترة الفرق التطوعية عم بيكونوا حاضرين بقوة من خلال تواجدهم بالشارع السوري بكافة المحافظات السورية. عم نشوف بكل محافظة في فريق عم بيقوم بقدر المستطاع بما يمكن من تقديم، إن كان بعض العالم عم نشوفهم عم بيوزعوا كمامات، البعض عم بيساعد بالتعقيم، البعض بشيء إرشادي. أيضا بمحافظة دمشق الفرق التطوعية ما توقفت، اليوم رح نضيء على عمل أحد الجمعيات اللي دائما موجودة بكل مناسبة بتخص سوريا، بالوجع بالألم بالفرح بتكون موجودة وبتقدم من خلال شبابها كتير من العمل التطوعي اللي كان له صدى كبير، وهي جمعية ساعد. رح نتعرف خلال هي الفترة والتصدي لفيروس كورونا شو كانت أهم ما قاموا به مع رئيس الجمعية الأستاذ عصام حبال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني ساعد مو بس بالحرب الميدانية كانت موجودة، أيضا بحرب الأوبئة خلينا نقول. نحكي اليوم يعني بظل هي الجائحة اللي عم بيعيشها المواطن السوري وغلاء الأسعار، ويعني سنة صعبة وفترة صعبة عم بيعيشها، ساعد اليوم قدمت يمكن بعض يمكن خلينا نقول الاشياء التطوعيه، ما بدنا نقول اي شيء ثاني، للسوريين لانه هي بتحس بوجع الشعب، فبدنا نعرف شو قدمت ساعد وشو هي الشغلات التطوعيه اللي انتم اجت هيك الافكار على بالكم انه فيكم يمكن بحسن حظ تجرب مثل ما بيقولوا. ساعد من بدايه الجائحه فعلا بلشت تاخذ مسار ثاني من عملها. احنا مجالنا تنموي، ولكن اليوم الوضع اللي احنا موجودين فيه بحاجه لنتكاتف كلنا مع بعض لنقدر نساعد بعض. اليوم ما فينا نقول بس الدوله او الحكومه هي مسؤوله، لا، احنا كمان مسؤولين. احنا كمجتمع اهلي اليوم في لنا دور، هذا الدور كان بتوجب علينا انه نشوف شو ناقصنا حتى نشتغل عليه. ساعد فعلا فورا فتحت مشاغل لكمامات بسعر التكلفه او توزيعها مجاني اللي ما معه، عملت افرولات وقايه. كلنا بنعرف اليوم للأسف الحصار اللي صاير علينا اليوم عم يمنعنا حتى أنه نجيب شيء يحمينا من هذا الموضوع. حاولنا كمان على الأساس نعمل أفرولات تحمي الأطباء، تحمي الممرضين، تحمي المتطوعين اللي عم يشتغلوا بهذا الموضوع. اليوم نحن طلعنا لقينا أنه صرنا بحاجة ليكون في عنا أسطوانات غاز نساعد كمان بتوزيعها للعالم داخل بيوتها. فمن هون انطلقت ساعد وبلشت تجمع أسطوانات الأكسجين. خاصة غالية يعني بالسوق الأسطوانات الأكسجين، يعني سعره غالي على المواطن. هو أجمل ما في، أجمل ما في ما في سوريا أنه فعلا وقت الجد بتلاقي الكل موجود معك، الكل عم يساعدك. يعني مثلا مبارح نحن في عنا شباب طرطوس نزلوا دورونا بطرطوس واشترونا من طرطوس وبعتونا ياهن. شباب حمص نزلوا اشتروا لألون وقدمولنا 3 أسطوانات هدية. هذا التكاتف موجود، يمكن ما موجود على العلن، العالم تعرفه مزبوط، ولكن احنا فعلا اليوم كلنا ببيت واحد. يعني السوريين اليوم اللي قاعد بدمشق واللي قاعد بحمص وقاعد بغرفه ببيت، فاذا نوجع ابن حمص، نوجع ابن الشام، نوجع ابن اللاذقيه، نوجع ابن حمص، هذا الحكي نحن اليوم فعلا عم نلاقيه بالحاله اللي احنا عم نشتغل عليها. وهذا اللي بدنا اياه. يعني هذا الوقت يمكن الجائحه كورونا على قد ما العالم كلياته توحد على هي الجائحه، الغني والفقير صار امام هذا الفيروس مثل ما بيقولوا نفس الشيء سواسيه. هون برز دور خليني اقول المجتمع التطوعي بهذا الموضوع. حضرتك حكيت عن الكمامات واللي انتم بلشين فيها من بدايه جائحه كورونا ومستمرين فيها. خلينا نحكي هلا خلال هي الفتره بظل الانتشار وين توزعتوا؟ الشباب كيف عم بيتم توزعون؟ هن نفسهم كيف عم يحموا حالهم؟ كيف عم بتوزعوا شيء معين؟ هلا احنا بدايه ضمن الامكانات اللي اشتغلنا فيها اللي عملنا فيها حمايه ووقايه ورعايه المتطوع من افرول يحميه، من كمامه تحميه، اي اهم شيء لحتى نفسه هو كمان صحيح يحمي نفسه، يقدر يشتغل، يقدر يقدم شيء وهو ضامن او مامن على حاله انه ما ينصاب. ونحن كمان ما بدنا اياه ينصاب لانه بالنهايه هو داخل المجتمع، فلا سمح الله اذا حمل الفيروس من مكان ممكن له مكان اخر. هذا الشيء اللي احنا فعلا جهزناه ورتبناه من خلال صفحتنا. اليوم نحن اي حدا بحاجه لاسطوانه طبعا ضمن تعليمات الاطباء، يعني احنا هون هي كثير بندقق عليها، مو اي واحد قال انا بدي اسطوانه اكسجين نحن حنودي له اياها. اكيد نحن في طبيب حيكون مسؤول، اكيد مسؤول عن الحاله، بيتم التواصل مع الطبيب بانه هي الحاله فعلا بدها اسطوانه اكسجين،
بنودي له اياها، بنوصل له اياها لعنده على البيت، بنتابع معه في حال فضيت لحتى نقدر نعبي له اياها مره ثانيه. اليوم لغايه اليوم نحن في عندنا بحدود ال 40 اسطوانه عم نوزعهم، ولسه ان شاء الله جايينا وعنا امل يكون في عنا اكثر. اليوم ساعد مو الوحيد اللي عم تشتغل على الارض، كمان خلينا نكون واقعيين وصدوقين، اليوم في عده فرق وعده جمعيات عم تشتغل، حتى مع ساعد في عده فرق عم تشتغل. امبارح كان في اجتماع مع جمعيتين، جمعيه عطاء وجمعيه حدود السماء، تم الاتفاق على تشكيل فريق طبي جوال. هذا الفريق بيجينا خبر عن حاله، بيطلع الاطباء مع المريضين بيعملوا زياره للحاله، بيطمنوا عليها اكثر، كمان مشان نطلع من حاله خلينا نقول التشخيص المنزلي، يعني انه يمكن معه او لا، في طبيب بده يعطي خبر انه فعلا هالشخص بحاجه، ان كان بحاجه لاكسجين، ان كان بحاجه لعنايه مشدده اكثر، لمنفسه. هذا الحكي مو نحن بنقرره، في اطباء مسؤولين عن هذا الموضوع. نحن دورنا على طول عم نحصل بانه نامن مستلزمات هالاطباء، نكون عون لا خلينا نقول للمستشفيات، للدكاتره، خلينا نقول الجنود، فعلا الجنود البيض او الجيش الابيض اللي انا بوجه له كل تحيه وبقول الله يحميكم كلكم. اطبائنا ومريضينا فعلا اثبتوا اليوم انه انتم اشخاص يعتمد عليهم، اشخاص واقفين بسد او واقفين بوش هالمرض هذا، عم تحمونا يمكن عم تمرضوا، الله يرحم شهدائهم. اليوم في عنا اكثر من 10 اطباء ومريضين غادرونا لروحهم السلام. اكيد بنقول لارواحهم السلام، ويعني مشكوره جهود كل طبيب عم يشتغل بضمير وشرف، حتى صحيح. انه عم بيرد على اتصالات كثير من المرضى اللي ما بيقدروا يروحوا على المشافي مثلا، او ما عندهم هي القدره، او ما عم تستوعبهم المشفى. يمكن اليوم خطوات الجمعيات التطوعيه مهمه كثير بالتصدي لهالجائحه وهالوباء يلي الا زمان سوريا ما عاشته مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي اليوم انتم كفريق تطوعي كمان في صعوبات بالتنقل، بإيصال يمكن الكمامات أو الألبسة أو الأسطوانات، مثل ما يمكن الجائحة يعني عم تمر على كل مواطن، كمان عندك المتطوعين الشباب معرضين بأي هي. شو الإجراءات اللي عم تاخدوها؟ شو الصعوبات اللي عم تواجهوها أنتم؟ هلأ فعلا صعوبات، تعودنا نزلل الصعوبات، تعودنا فعلا لما نلاقي أنه في مكان مو قادرين نعمل عليه أو نشتغل عليه نلجأ لحدا تاني ليكون سند لنا. يعني اذا كان في منطقه موبوءه وعازلين مثلا، هذا صارت معنا برمضان، منطقه السيده زينب كانت محجوره في عليها حجر، شبابنا كانوا يوصلوا لنقطه معينه يحطوا الاكل، يحطوا الافطار تبع رمضان ويغادروا، يجوا الاشخاص الثانيين يستلموهم من نفس المنطقه. هذا الموضوع كنا كثير بنحاول فعلا نسيطر عليه، والحمد لله فعلا ما حدا اصيب من شبابنا باي عارض او باي وضع. اللي بدي اقوله انا فعلا صديقتي اليوم، المجتمع الاهلي عم يحاول يواكب اي حاله موجوده، يعني اليوم ساعد هي جزء صغير من هذا المجتمع، ولكن كل الجمعيات والمؤسسات والافراد عم تحاول تنقل مواردها للشيء المهم، للشيء اللي احنا بحاجته اكثر. هذا لمسناه نحن خلال الفتره الاربع خمس اشهر هذول، اللي مثلا جمعيات كانت تعنى بانه بس تقدم اكل، بس تقدم لبس، بس تقدم لليتيم، و اليوم لا، حولت هالموارد هي لوين احنا بحاجه، وين اليوم لازم نسكر الثغره هي، نحاول نساعد فيها. مثل ما قلت لك، بنلاقي نقص بمكان ما نلجا لاحدى الجمعيات اللي هي صديقه لنا، كلهم اصدقاء اكيد، فورا بنقول لهم نحن في عندنا نقص مثلا باجور المواصلات، ففورا بيتكفلوا هن باجور المواصلات. بنحكي معهم نحن في عندنا نقص باجور العالم اللي عم تساوي الكمامات، في مين يجي يسكر فورا هذا الموضوع. هذا التكاتف موجود، هذا التكاتف يمكن مو موجود على العلن، العالم ما عم تعرف عنه، ولكن هو فعلا موجود. بالنهايه بنقول لما بحميكي انا بحمي حالي، فلهالسبب نحن الكل اليوم عم نحاول نحمي الكل، عم نفكر بغيرنا اكثر ما نفكر بنفسنا، لانه اذا هو بخير نحن حنكون بخير، بس اذا هو كان بشر لا سمح الله اكيد الشر رح ينتقل لبيتنا. وهذا الشيء اللي نحن بنقوله او بنحب نقوله للكل، فعلا انتبهوا على حالكم وانتبهوا على العالم اللي حواليكم، لانه هذا المرض ما بيعرف لا غني ولا فقير، تمام، ولا بيعرف شخص مو سائل وخير ان شاء الله، لا، في عندنا كبار بالعمر ما بدنا نخسرهم، في عندنا اطفال ما بدنا نخسرهم، في عندنا مستقبل البلد ما بدنا نخسرها، اليوم شبابنا هن ثروه هالبلد هاي. صحيح، اكيد. يعني استاذ عصام، بدي اخذ شيء من اللي انت حكيته وقلت انه نحن فعلا لازم بهذا الوقت ندير بالنا على حالنا، هذا الدور التوعوي كمان هو دور كثير مهم يقوم فيه الشباب اليوم. مواقع التواصل الاجتماعي يمكن صارت وباء اخر
ضمن هذا الوباء. بنشوف تناقل اشاعات، تناقل اخبار، صحيح. تناقل خليني اقول مناشير فيها طاقه سلبيه، احيانا بيبنوا على قصه جزء منها صحيح بيبنوا عليها روايه ثانيه. اليوم دوركم كمان يعني انتم ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، قد ايه في اهميه انه كمان الشباب يوعوا بعض، لانه هي الفئه الاكبر وهي الفئه اللي اكثر خليني اقول نشاطا على هي المواقع. هذا الموضوع اعطينا اهميه اذا بدك مو من هلا، اعطينا اهميه من بدايه زمان. الازمه لانه فعلا في عالم كانت عم تفوت ومن خارج البلد تبس اشاعات بقلب البلد، يعني ياما مثلا احنا في عنا مبادره اسمها اشاعه فاستغربت العالم انه ليش اشاعه، كان وقتها طالع اشاعه انه ما في حدا بالشام عم يمشي، الشام مسكره، العالم ببيوتها، ممنوع حدا ينزل. نزلنا قعدنا بقلعه دمشق معنا 350 طفل، عملنا احتفاليه كبيره، عملنا مبادره كثير كبيره سميناها اشاعه، وقلنا انه الاشاعه على طول بتجذب انتباه اكثر من تماما. قلنا الاشاعه هي فيها السلبي وفيها الايجابي، الاشاعه اللي موجوده داخل البلد هي الايجابيه لانه نحن واجبنا اليوم نشيع الحاله الايجابيه، ولكن الاشاعه اللي عم تجينا من الخارج هي اشاعه سلبيه، هي اللي نحن فعلا ما عم نعرف مصدرها، اخبار، قصص، حكايا، احيانا شغلات فعلا موجوده قدام بيتك، يعني طب انتوا عم تحكوا على شيء قدامي انا ما شفته. مزبوط، هذا الشيء نحن من بدايه الازمه بلشنا فيه، ولكن موضوع الكورونا بالذات عم نقول نقطه كثير مهمه اليوم، ضعف الشخص هو سبب المرض، وهذا الشيء عم ننشره كلنا كفريق، مو بس كمان كفريق، كعده فرق، بانه اليوم قوتك بصحتك مو قوتك بضعفك، كل ما انت هيئت نفسك بانه حتنصاب بهذا المرض فانت رح يكون المرض بالنسبه لك كثير خفيف، وفعلا هذا الحكي لمسناه بكثير حالات مرقت علينا، ناس مشيت معنا كانت خايفه، قويناها، اعطيناها الارشادات الاوليه وفعلا اصيبت بالمرض وطلعت منه بدون ما يكون في اي شيء سلبي عليها. هذا دورنا، هذا دوركم انتم كاعلام اليوم، وفعلا مشكورين كمان على الشيء اللي عم تقدموه. ما بعرف شو بدي اقول اليوم، حلوه خريطه النحل تكون من اعلام لمجتمع اهلي لناشطين سوشيال ميديا لاطباء لممرضين بكل السوق اللي موجودين فيه نحن اليوم، حرب 10 سنين، امراض، اوبئه، بعدنا صامدين، بعدنا عايشين ومكملين، يعني أكيد. ابناء الفينيق نحن بالنهاية. اكيد في شيء افكار جديده او تعاون مع جمعيات ثانيه؟ يعني نحن هلا مثل ما بتعرف مرحله انتشار، يعني بالعيد صار في استهتار من بعض الناس ما التزم، يعني وهذا الشيء متوقع بما انه في تقاليد اجتماعيه انه ما يلتزموا، لكن الخطوره تكمن انه في هلا عندنا هالاسبوعين هن اسبوعين كثير مهمين، صحيح. لمعرفه المصابين ومتوقع ازدياد اعداد، في تحذيرات من المجتمع المحلي طبعاً. لهذا الموضوع نحن اعتبارا من بكره حنكون موجودين على الأرض، توزيع كمامات مجانية للعالم كله في مناطق معينة، حنستهدف الأماكن اللي فيها كثافة سكانية، مثل مثلا موضوع التحجز الرئيسي، الباصات اللي عم تطلع رح ينزل معنا فرق رح تعقم الباصات بشكل كامل، تعقم الأشخاص، إذا معه كمامة ناخذها منه نعطيه كمامة جديدة متعددة الاستعمال، يعني ممكن ياخذها يستعملها يغسلها ويرجع يحطها، يتكلف بانه يشتري اكثر من كمامه، هذا الشيء بيتم بالتعاون مع عده فرق وجمعيات، عم نشتغل مع بعض على هذا الموضوع، طبعا بيتمدد لنصير باماكن اخرى، اليوم في تعاون بيننا وبين شباب متطوعين بطرطوس، في تعاون بيننا وبين شباب متطوعين بحلب، بحمص، فعلا ما عم نترك مكان، مو بس نحن، هن ما بدهم يتركوا مكان، هن بدهم يعطونا خبرتهم وياخذوا خبرتنا لحتى نقدر نوصل احنا اثنين لبر الامان، بتمنى فعلا هالاسبوعين هدول يمروا على خير، بنقول اللي ما عنده شيء رجاء ما تطلع من البيت، وإذا طلعت من البيت خلي أهلك بالبيت وطلع قضي غرضك ورجع، عقم حالك قبل ما تفوت، ما تفوت المرض لبيتك. اليوم نحن عم نحكي بكمامة ما بدنا نصل للمنفسة، اللي فعلا اليوم ما في دولة في العالم قادرة على أنه تقدر تغطي هالشعب هذا بشكل كامل، كل الدول العالمية أعلنت أنه هي غير قادرة على أنه تقدر تأمن منافس للعالم كله، اتبعت سياسة مناعة القطيع، سوريا لغاية اليوم ما اتبعت هاي السياسة وعم تحاول بشتى الوسائل تقول للعالم خليك بالبيت، اكيد شو بدك احنا جاهزين، اكيد يعني بنتمنى لكم عن جد التوفيق بكل خطوه عم تقوموا فيها، وبندعي كل اللي عم بيتابعونا واللي بيقدر يساعد معكم لحتى يكون ضمن ساعد ما يتاخر، ارقامكم معروفه، صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي معروفه، والخير ما بده حدا ينادي، صحيح. لحاله بيقدر ينزل يشتغل اي شيء مفيد. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا. شكرا لكم.
إخبارية المتابعة لنا بكل عمل بنقوم فيه. كان بدي أقول نقطة صغيرة إنه إحنا حتى موضوع العقوبات إحنا زرعنا أسطح الجمعية خضار، وإن شاء الله بلش الموسم يطلع خلال أسبوع حنطعمي أهل المنطقة خضار من إنتاج الجمعية. أكيد يعني التكافل الاجتماعي من أهم أساسيات بناء المجتمع الصحي، وخاصة يعني بسوريا نحن تربينا هيك الناس لبعضها. السوري بحس بأمان لما يوقف قدامه أخوه السوري، ودائما بنقول الشيء اللي صعب الوصول له له قيمة. اليوم عم تتقدم هاي الأشياء على طبق من فضة للعالم، نتمنى يعرفوا قيمتها منيح ويعرفوا المسؤولية صحة المجتمع كمان منيح. إن شاء الله يا رب. شكرا لجهودكم، الله يحميكم. شكرا لكم. شكرا لك.